أهلا بكم مشاهدينا الكرام، كما تشاهدون نحن الآن متواجدون أمام القاعة الشرفية بمطار هواري بومدين الدولي، حيث منعت الصحافة الوطنية من أجل تغطية وصول الأبطال البارا أولمبيين إلى هنا في مطار هواري بومدين الدولي. إذن مشاهدينا الكرام أقول أنه تم منع الصحافة الوطنية من أجل الدخول وتغطية وصول أبطال الجزائر الذين رفعوا الراية الوطنية عاليا في أولمبياد البارا أولمبي بباريس بفرنسا. إذن ابقوا أوفياء لقناة لاباتري نيوز حتى نوافيكم أكثر بتفاصيل أكثر.